السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، نعم تفضل. أنا متزوجة وزوجي كثير الحلفان بالطلاق، نعم، بس فهو كان حلف قبل كده من فترة، كان جاي لأخته، كانت بنت بنوت، قال عليا الطلاق وتكون مرة طالق أختي ما تدخل البيت، ودخلت. أخبر بذلك، نعم أخبر بذلك. أيوة، ما هي دخلت وهو البيت بيت عيلة مش بيتنا احنا بس. وتاني حلفان كنت أنا حامل وجال عليا، على أي حال، على أي حال، جارت عادة المصريين أنهم يقسمون هذه الأيمان للتهديد، فعلى ذلك إذا بنينا على هذا الأصل فيكفر فاعله كفارة يمين. بارك الله فيك. يا شيخ نعم، لو سمحت، ده مش حلفان واحد، ده كذا حلفان من الصيغة دي. أنا أقول لك، أنا على طول، هو هذا حال المصريين. أنا هو حلف عليا حلفان، قال عليا الطلاق وتكوني طالق، لا تروح عند بيت أبوك. يا جيت أختي هنا عند بيت أبويا، أروح أرن عليا قال عليا الطلاق، إن جيتي لا أصفر لك طلبك حاجة يعني اللي هو المطبخ، فرجعت. وكنت حامل قال عليا الطلاق وتكوني طالق، ما هتولد عند الدكتور ده ولا هتولد بعد أسبوع حتى لو جالك طلق. طبعا انا الظروف اضطريت ان انا اولد عنده عشان محدش رضي يولدني غيره، عشان انا حالته متابعه معاه. قلت لك قول زوجك إن فعلت كذا فأنت طالق، عموم المصريين يستعملون هذا للتهديد، تمام، فعلى هذا يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. يعني الطلاق مش وجع يا شيخ، عشان انا والله العظيم قاعده السلام معاه عليكم. ورب.